بإذن الله عندي عزومة بكرة وبرتب لها من بالليل، هنشوي فراخ، فطبعا كمية الفراخ اللي عندي هتكون كبيرة، فبدأت ان انا اغسلها من دلوقتي. غسلتها غسلة كويسة جدا وشطفتها وزبطت كل حاجة فيها، وسبتها طبعا تتصفى من ميتها، اتغسلت بملح وليمون كذا مرة واتنقعت واتعمل فيها كل حاجة. بدأت ان انا اجيب الوراك عندي زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا انغزها كده بالسكينة عشان التتبيلة تخش جواها. وطبعا الصدر جبته وفتحته كده من النص بس كده زي البانيه، علشان لما شوي ياخد سوا واحد، يعني يبقى ده سوا ده، مش انا اقطعه وده ياخد سوا وده ياخد سوا، لا، عشان يبقى الاثنين سوا واحد وقت الاكل. طبعا هفصلهم عن بعض كده بكل سهولة. طبعا انا غسلت وزي ما انتم شايفين قطعت وعملت كل حاجة وشرحت كل الفراخ اللي عندي بالسكين. هحتاج في حدود كيلو بصل وقطعته كده عشان هضربه في الخلاط. هحتاج في حدود 4 من 5 فصوص ثوم، نص كوباية خل، هحتاج ملح، هحتاج 6 ليمونات، ولو عايزة تحطي ليمون زيادة حطي كمان. تعال نشوف بقى التوابل بتاعتي اللي انا هحطها مع الفراخ المشوية، هتفرق معاكي في الطعم جدا، ولو حابة انت تزودي حاجة من عندك زودي، بس طبعا على التوابل اللي انا هقولها لك دلوقتي مش هتحتاجي ان انت تزودي اي حاجة. يلا نشوف مع بعض التوابل بتاعتي ونبدأ ونقول بسم الله. من كل حاجة عندك معلقة صغيرة، يعني معلقة صغيرة على كمية الفراخ اللي انا عاملاها. لو انت عامله بقى مثلا كميه كبيره وشويه مثلا كميه كبيره زودي شويه، بس انا عامله من كل حاجه عندي معلقه صغيره. نبدا ونقول بسم الله ونشوف التوابل بتاعتنا هتكون ايه النهارده. معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، معلقه قرفه، معلقه جنزبيل، معلقه زعتر، معلقه قرفه، معلقه زعتر، معلقه جوز الطيب، 7 بهارات، فلفل اسود، كمون، كبابا صيني، وتوابل. دي البهارات اللي انا هحطها على الفراخ المشويه، هتفرق معاكي في الطعم جدا جدا. وهحط ورق لوري بحاله، حابه تحطيه حطيه، وطبعا وقت الشوي هو هيتشال عشان هيبقى سهل. حابه انت تضيفي حاجه من عندك ضيفي. اقول البهارات تاني علشان تعرفوها، وفعلا هتفرق معاكي في الطعم جدا جدا. معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، معلقه قرفه، معلقة زعتر، 7 بهارات، جوزة الطيب، توابل، كمون، فلفل اسود، كبابا صيني بس مطحونة، كبابا صيني مطحون. وانا هحط ورق لوري، حابة تحطيه حطيه، حابة تستغني عنه استغني عنه، حابة انتوا تضيفي حاجة من عندك وتشيلي حاجة انتوا حرة، بس فعلا التوابل دي حلوة جدا وهتخلي الفراخ جميلة معاكي جدا. هنجيب دلوقتي الخلاط ونحاول ناخد يعني ايه من كل حاجة نصها، عشان طبعا الخلاط مش هيفرم عندي كمية البصل دي. ده في حدود زي ما انتوا شايفين وزي ما انا قلتلكوا كله بصل. انا هاخد نص الكمية، هبدأ ان انا افرم في الخلاط، لسبب انا عايزة افرم الخلاط يكون ناعم علشان ما يتحرقش مني لما اجي اشوي. لما اجي اشوي لو الحاجات دي مش ناعمة هتتحرق منك والفراخ هتتحرق ومش هتتشوي كويس، فلازم يكون الحاجة عندي مضربة كويس في الخلاط ناعم. فيلا بينا ناخد نص كمية البصل وشوية مية ونحط الخل. وطبعا احنا هنتبل ده كله في طبق واحد عشان كله ياخد الطعم وطعم التتبيلة تعمل فيه. فانا هفرم بقى البصل، هناخد الكمية وتعال نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. انا كده خلاص ضربت كل التتبيلة بتاعتي في الخلاط. استنى اقرب لكم الكاميرا، شايفين شكلها؟ حطيت بقى كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها، حابة تضيفي حاجة ضيفي، حابة تستغني عن حاجة استغني. زبطتها طبعا وحطيت الخل، حطيت البصل، التوابل، الملح، كل ده ضربته في الخلاط وزبطته، وده كانت النتيجة بتاعته، او هي دي بقى البصل بالتوابل.
البصل والتوابل والخل والاربع فصوص ثوم. دي كده خلاص التتبيله بتاعتي. هبدأ دلوقتي اقسم الفراخ على طبقين، لو عندك طبق كبير يستحمل الفراخ دي حطها كلها في طبق واحد، ونرجع نشوف هنتبل ازاي عشان انا لسه ما عصرتش الليمون. الليمون مش هضربه في الخلاط، لا الليمون انا هعصره بايدي على الفراخ. يعني الليمون لسه معايا اهو، اللي انا ضربته في الخلاط وحطيته على التتبيله كان الخل، هو اللي انا ضربته مع البصل ومع التوابل ومع الثوم، انما الليمون انا هعصره بايدي. طبعا انا كده زي ما انتم شايفين خلصت الفراخ بتاعتي وظبطت التتبيله اهو. طبعا كنت بحط زي رق فراخ واحط عليها رق تتبيله واعصر ليمون، واحط رق فراخ واحط رق تتبيله واعصر ليمون زي ما انتم شايفين، عشان طبعا ما اجيش في الاخر احط الليمون على الوش والفراخ المشويه ما تشربش من الليمون. اساس الفراخ المشويه الليمون والخل، هما اللي بيفرقوا جدا في سوى الفراخ. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، احط فراخ رق تتبيله واقوم جاي عصر الليمون. ما عادش عندي دلوقتي غير الليمون اللي انا هعصره على الوش بس اهو. انا عصرت كميه الليمون، مبقاش عندي غير كام ليمونه دول هعصرهم كده على الوش بس عشان ابقى انا كده ايه تبلت الفراخ كلها من وقت. انا كده خلاص كمان عصرت كميه الليمون بتاعتي، هنزل بقى بورق اللور كده على الوش، وطبعا هغطي الفراخ يعني هغطس بقى ورق اللور كده معانا. الصبح بقى طبعا هنقوم قبل ما نشوي كده يجي بساعتين تلاتة، نطلع الفراخ دي من التلاجة ونقعد بقى نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يعني لازم تقلبي فيها على قد ما تقدر ما نقدر. يعني قبل ما نشوي كده بقى بساعتين ولا حاجة، هقوم دلوقتي انا تبلتها وهسلفنها دلوقتي معاكم بورق السلوفان. عندك اللي هو الاستريتش ده لف فيها، يعني المتاح عندك اعمليه، بس اهم حاجة التتبيلة دي تتعمل زي ما انا قلت لكم عليها فعلا عن تجربة. طعم جميل جدا وبيفرق معاكم كتير في العزومات، واللي هي مثلا ايه العزومات الكبيرة والحاجات دي. هغطي بقى على الفراخ بورق السلوفان. انا كده خلاص تبلت الفراخ بتاعتي وقفلت عليها كمان بورق الفويل. عندك استريتش ما فيش مانع، اللي موجود عندك هيسد. ليه تبلتها من بالليل؟ احنا في رمضان طبعا وايام صيام وجايلنا ضيوف، فطبعا لازم الحاجه ياكلوها تكون طعمها حلو، فعشان كده انا تبلتها دلوقتي عشان اظبط الملح بتاعي واظبط التوابل بتاعتي بحيث تبقى الفراخ عندي بكره مظبوطه. هقوم من النوم طبعا، لو ورايا حاجات تانيه هعملها هشوف اظبط ايه في الاكل. وكمان طبعا زي ما قلت لكم لازم تطلع من التلاجة قبل الشوي بحدود ساعتين ثلاثه عشان اقعد اقلب فيها اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عشان لما اجي اشوي تلاقي الفراخ كلها شربت معاكي التتبيله. انتظروني بقى بكره نكمل الفيديو ان شاء الله وتشوفوا شكل الفراخ بتاعتي، فعلا طعمها جميل جدا وعن تجربه. ما تنسيش اللايك ليا قبل ما تخش الفيديو لو الفيديو عجبك، ما عجبكيش بقى خلاص انت ونيتك. المهم انتظرونا بكره نكمل الفيديو مع بعض. يا صباح الفل بقى، هنكمل عزومتنا. طبعا اول حاجه هبدا بيها معاكم، بدات بالحلويات عشان اخلص منها. طبعا تتبيله الفراخ بالنسبه لي بالليل كانت روحه جدا جدا. اليوم ده فعلا كان كل حاجه مكانها كده متظبطه وكل حاجه زي ما ربنا قال يعني، ورد كده ان اليوم مشي كانت كل حاجه ماشيه تمام ومفيش اي لعبكه ولا اي حاجه في اليوم. اول حاجه طبعا يعني اللي تخش الفيديو فعلا خدي فكره مني انك ازاي ترتبي للعزومه، وفعلا المشويات والحاجات دي بتبقى حلوه قوي في العزومات، بتبقى حاجه سهله وبسيطه. بدات طبعا ان انا دلوقتي اعمل الحلويات بتاعتي، فهعمل الكنافه والبسبوسه عشان هيخشوا الفرن مره واحده. الشربات انا حطيت على النار برضو هو بدأت بيه، وبعد كده طبعا هنعمل بقى الحلويات، هنحضر الطحينة هنحضر السلطة. يعني فعلا تتبيلة الفراخ اللي انا تبلتها من بالليل، اولا طعم الفراخ كان مظبوط وكان حلو جدا، ثانيا سهلت علي حاجات كتير جدا في اليوم. قطعت الكنافة سيحت على النار سمنة، جبتها اهي، هبدأ ان انا دلوقتي ارش على الكنافة كده سمنة، وبعد كده بقى هجيب الصينية اللي انا هرصها فيها، هحشيها زبيب وجوز الهند ووزداني. حطيت اول طبقة وبدأت ان انا اضغط عليها بايدي كده عشان اسويها، ودلوقتي هنزل بقى بالحشو بتاعي. نزلت بالزبيب وجوز الهند، هنزل دلوقتي كمان بالسوداني، وبعد كده هحط الطبقة التانية بتاعتي، وبعد كده هرش على الوش سمنة. يبقى كده اول حاجة صينية الكنافة بتاعتي خلصت، هركنها على جنب لحد ما اعمل البسبوسة عشان هشغل الفرن على الاتنين بإذن الله، والاتنين فعلا في وقت واحد طلعوا مع بعض. فكرة ان انا بدأت بالحلويات عشان طبعا انا مخلصة تلات ارباع حاجتي، الرز البسمتي هعمله والشوي جوزي و
جوز اللي شوى يعني، هو وجوز اخته، فدخلوا البلكونه. انا ما حسيتش بقى بالشوي خالص عشان انا كنت جوه، هم دخلوا البلكونه وشووا هم الفراخ. فانتوا هتشوفوا دلوقتي الفيديو عامل ازاي، وهنكمل يومنا مع بعض عامل ازاي. حطيت طبعا الكنافه، هرش عليها كده على الوش من فوق سمنه وهركنها، وتبقى كده صينيه الكنافه بتاعتي خلصت. هنعمل البسبوسه مع بعض. انا بحب جدا البسبوسه اللي هو نوع حلو الشام، جربته قبل كده معاكم في فيديو، فعلا كان حلو جدا. كل الحكاية ان الكيس بيحتاج 3 معالق سمنة وكوباية زبادي كبيرة، وهو كده بيبقى حلو جدا. نزلت بالخليط بتاع السمنة وكوبايتين الزبادي و6 معالق سمنة، بدأت ان انا اقلبهم كده، وهنزل دلوقتي بكيسين البسبوسة كده. كمان البسبوسة بتاعتي خلصت، هنزل برضو في الصينية بتاعتي وهسخن الفرن، والفرن طبعا بيشيل عند الصينيتين، هدخلهم كده مرة واحدة. في الوقت ده طبعا انا كده خلصت، ما بقاش عندي غير القطايف. فطبعا انا قلت لكم طبعا في اول الفيديو وانا بتبل الفراخ، انا هقوم الصبح لازم الفراخ برضو تاخد تقليبة معايا، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. شايفين طبعا شكل الفراخ، فعلا كانت حلوة جدا. واليوم ده انا مبسوطة ان انا فعلا قدرت ان انا اعمل كل حاجة، كل الموجود كان فرحان قوي ومبهور من اليوم. قدرت ان انا اخلص كل حاجة في وقتها. السفرة زي ما انتوا شفتوها او هتشوفوها اتظبطت في وقت قياسي، وكانت فعلا كل حاجة قبل ما الاذان يأذن كانت كل حاجة جاهزة. قلبت الفراخ معاك، وطبعا دلوقتي هبدأ ان انا احشي القطايف. حشيتها برضو زبيب وجوز الهند ووزداني، هبدأ ان انا احشيها كلها علشان برضو حمرها، وكان الشربات عندي خلص. ودلوقتي برضو وانا بحشي الكنافة وانا بحشي القطايف، صينية الكنافة كانت خلصت معايا، وهطلعها وهقلبها، يعني هتشوفوا كل حاجة ان شاء الله. ففعلا لو عندك عزومة اعملي زي ما انا قلتلك، هترتاحي راحة ما فيش بعدها راحة، ان انت فعلا كل حاجة هتبقى تحت ايدك. وعن تجربة، عندك عزومة وكمية كبيرة زي اللي كانت عندي، هي المشويات. خلصت طبعا القطايف، والكنافة كمان طلعت من الفرن وقلبتها على الوش اللي تحت، وحطيتها في الصينية تاني وهدخلها الفرن. والبسبوسة خلاص عملت من تحت، ما بقاش عندي غير الوش بس كده. خلاص الكنافة والقطايف خلصوا، هبدأ ان انا بس ازقيها الشربات. دول خلاص خلصوا معايا، ما بقاش فيهم اي حاجة كده، حلوياتي كلها خلصت. هبدأ دلوقتي بقى نقلي مع بعض القطايف عشان يبقى كده كل الحلويات بتاعتي خلصت، ما بقاش عندي حاجة. خلصت 3 انواع حلويات وما خدش مني اي وقت ولا اي تعب ولا اي مجهود. خلاص خلصنا القطايف، هما فعلا دلوقتي بقى بدأوا يشوا في البلكونة. جوز اخت جوزي هو اللي شوى، وطبعا الشوايه بتاعته كانت حلوه جدا. وشوى ازاي؟ هو شوى على التتبيله بتاعتي، ما كانش فيها اي حاجه ولا اي نقاش اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. طبعا كانوا بيحطوا على الفحم، بس هو ضاف حاجه واحده بس، ان هو كان بيجيب صلصه وبيحط عليها شوية من المية، وبيدهن كده الفراخ بالفرشة بحيث ان هي تاخد لون احمر شوية، او الفراخ تتشوي بلون محمر كده. وطبعا كانوا هم عايزين ياكلوا بالفراخ حراقه شويه، ففي الوقت ده حط على الصلصه معلقه شطه وضاف شويه ميه وقلبها برضو، للي عايز ياكل الفراخ تبقى حراقه. بس هي ما كانتش حراقه قوي يعني، هم كانوا بيقولوا، بس هو اللي اضافه على شوي الفراخ هي الحاجه دي بس، اللي هي الصلصه وشويه ميه وفرشه، وبدا يدهن كده الفراخ وهي بتتشوي كده على الشوايه. بس هي دي الحاجه الوحيده، انما التتبيله اللي انا عملتها من الاول ما كانش فيها اي نقاش. في الوقت ده طبعا هم شغالين في الشوي جوه في البلكونه، انا قلت بقى ايه، اعمل الطحينه واخلص السلطات بتاعتي. جبت ليمونتين كبار عصرتهم على الطحينه، قعدت اقلب بيها كده لحد ما الطحينه تقلت في ايدي. ضفت لها ميه، بس كانت ميه ساقعه مش سخنه عادي، قعدت اضيف لها ميه لحد ما بقت خدت القوام اللي انا عايزاه، او بقت سايله في ايدي خالص. دلوقتي قلبتها، وهبدا اجيب ميه من الحنفيه عاديه خالص جدا، هبدا انزل تدريجيا بالميه لحد القوام اللي انا عايزاه، علشان لا تبقى تقيله مني قوي ولا خفيفة مني قوي، لا قوام مناسب خالص للطحينة. واحدة واحدة كده هبدأ انزل بالمية. بعد كده بعد لما نزلت بالمية وسالت معايا وبقت مظبوطة، نزلت كده بنقطتين من الخل، ونزلت بشوية زيت، التوابل بتاعتي ملح، كمون، سنة فلفل اسود، حاجة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. وبقى كده خلاص الطحينة بتاعتي خلاص خلصت، والتوابل وكل حاجة. حابة تحطي فلفل اسود حطي، مش حابة هي خلاص، بس هي اكتر توابل للطحينة هي الكمون والملح، مش اكتر من كده. في ناس بتحب تحط عليها شطة، لو حابة ان انتوا تحط عليها شطة حطي شطة، دي حسب ارتياحك. في الوقت ده بقى خلاص انا هعمل الرز البسمتي.
او هعمل الكبسة باللحمة. اول حاجة مهمة في الرز ده جدا اللي هي الزيت. الرز ده اساسه الزيت، الزيت بيديله لمعة حلوة جدا وبيديله يعني طعم جميل جدا. انا ما ضفتلوش اي سمنه. كل الحكايه دلوقتي انا نزلت في حدود كيلو ونص بصل، عشان الرز عندي كيلو ونص، نزلت في حدود نص كيلو بصل، نزلت باللحمه ما ضفتش اي توابل ولا اي حاجه. هفضل اقلب في اللحمه لحد ما لونها يغير خالص وتبقى اللحمه داخله على تشويح معايا. إيه، تحس ان هي كده بدات تطشطش معايا في الزيت والبصل. هبدا تكون اللحمه نزلت كل الحاجات اللي فيها في قلب الزيت والبصل. هبدأ دلوقتي بقى انزل بالتوابل: معلقة كركم كبيرة، نص معلقة كاري، ليمون، قرفة، ورق لوري، كبابة صيني، مكعبين ماجي. هنزل بقى بالتوابل، افضل اقلب بقى في التوابل مع اللحمة لحد ما اللحمة والتوابل يطشطشوا كده مع بعض ويطلعوا الريحة بتاعتهم كله، ريحة الليمون مع ريحة القرفة مع الكبابة الصيني مع الورق اللوري مع الكاري والكركم. كل ده لازم، دي اساس الكبسة، ان الريحة كده تطلع معاكي في التشويح كده. طبعا كلنا عارفين ان الرز البسمتي مش زي الرز العادي، بياخد مية اكتر، يعني كل كوباية رز لها كوباية ونص مية. فانا ضفت عيرت المية كده بالظبط علشان هو مش زي الرز المصري، لا هو بياخد سوا اكتر. سبت بقى طبعا الشوربه اللي انا حطيتها مع اللحمه ومع التوابل وما ده كله تغلي شويه حلوين. بعد لما غليت وخلصت بدات ان انا انزل بالرز، وهشوفوا معايا شكل الرز دلوقتي. لمعته حلوه جدا وطلع معايا مفلفل وطلع معايا طعمه حلو حلو. يعني فعلا اليوم ده بحمد ربنا ان الكل من كلم الاكل شكر فيه، وان الاكل كان حلو جدا. شايفين السفرة بتاعتنا؟ طبعا دلوقتي احنا حضرنا السلطات وحضرنا لكل واحد الطبق بتاعته ومعلقته، وحضرنا طبعا السرافيس اللي في النص اللي فيها الورق الفويل دي اللي هيبقى فيها الفراخ عشان تفضل سخنة. يعني فعلا العزومة كانت تشرف زي ما بيقولوا. الحمد لله وانا مبسوطة منها جدا، وكان يوم حلو جدا، اتمنى ان هو يعجبكم. طبعا دلوقتي احنا خلاص هم خلصوا شوية الفراخ، وانا كنت في الوقت ده بغرف الرز، هحطه معاكم دلوقتي وهتشوفوا شكل سفرتنا النهائي. كانت سفرة حلوة جدا وسفرة تشرف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وبعد الأيام، ويا رب كل الناس تتلمع الخير والود والسعادة والهنا، اللهم أمين. يلا بقى ما تنسيش اللايك ليا للفيديو، وانك تشتركي في القناة عشان وجودك هيسعدني جدا جدا جدا. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي.